السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. في فيديو اليوم سأتشارك معكم وصفة رائعة جدا للتخلص من نزلات البرد، تعالج الزكام وحتى حالات التعرض للبرد بما فيها السعال والكحة. هي رائعة جدا والمكونات طبيعية 100%. سنحتاج لعملها للعسل، للتين المجفف سأستعمل 12 حبة من التين المجفف، وأيضا سأستعمل 6 فصوص من الثوم، فصوص صغيرة، وأيضا سأستعمل زيت الزيتون الطبيعي. كل هذه المكونات ستساعدنا في التخلص من مشكل البرد، سترفع المناعة، وأيضا تساعدنا على إخراج البلغم المتكتل في الصدر. إذا أول خطوة سأقوم بها هي تبخير فصوص الثوم. سأضعها على البخار بهذا الشكل حتى تستوي جيدا. وبالنسبة للتين المجفف سأقوم بتقطيعه لحصص صغيرة جدا حتى يسهل استعماله. وها هي فصوص الثوم بعد أن قمت بتبخيرها. سأقوم الآن بإزالة القشر عنها بهذا الشكل. إذا بعد أن قمت بتقشير حبات الثوم وأيضا قمت بتقطيع حبات التين المجففة، سأقوم الآن بوضعها في خلاط كهربائي حتى نقوم بطحنها. سأضيف الحبات حبات الثوم وأيضا سنخلط الكل بزيت الزيتون. سأضيف مقدار نصف كأس من زيت الزيتون الطبيعي. وكما قلت سأخلط الكل جيدا للحصول على ما يشبه العجين. ونكون بذلك قد حصلنا على خليط بهذا الشكل. والآن سأقوم بإضافة العسل، يفضل أن يكون عسل جيد حتى نستفيد من الطبع. سأضيف مقدار ملعقتين مملوءتين جيدا من العسل. بالنسبة للعسل يمكنكم إضافة أي نوعية عسل تتوفرون عليها. أنا قمت بإضافة عسل الليمون ثم نخلط الكل جيدا لنحصل على خليط متجانس بهذا الشكل كما ترون. هذه الخلطة رائعة جدا، تحتوي على الثوم وهو بمثابة مضاد حيوي قوي، سيطهر الجهاز التنفسي وسيريحكم كثيرا عند تناوله. ستقل الكحة والسعال وأيضا سترفع مناعتكم بشكل كبير جدا. إذا هذه هي الخلطة التي حصلت عليها. طبعا يجب الاحتفاظ بها في وعاء زجاجي وطبعا وضعها في الثلاجة لحين استعمالها. إذا بعد عمل هذه الخلطة تتناولون منها 3 مرات في اليوم، يعني صباحا وفترة الظهيرة وطبعا في المساء قبل النوم حتى تستفيدوا منها أكثر. يمكنكم تناولها على الريق أو أيضا بعد الأكل، لكم الاختيار. المهم تناولوها 3 مرات في اليوم لتحصلوا على نتيجة جيدة، وستلاحظون تحسن كبير ابتداء من اليوم الأول الذي تتناولون فيه الوصفة. ستقل الكحة والسعال
وأيضا ستخف أعراض نزلة البرد بشكل كبير جدا. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الخلطة. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدهم أيضا. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات، لا تترددوا في ترك تعليق وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة. انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم الرائعة، وأضرب لكم موعد في وصفة قاتمة ومجربة.